التاريخ 12 يوليو 1998، التوقيت الساعة 4 مساء، يعني قبل 5 ساعات من نهائي المونديال بين فرنسا والبرازيل اللي كل العالم مستنيه، وحيتلعب في سان دوني تحت أنظار الرئيس الفرنسي جاك شيراك. الكل مترقب يشوف الظاهرة رونالدو، أحسن لاعب في العالم وقتها. منتخب البرازيل وصل الفندق يوم الماتش الصبح والأمور ماشية بشكل هادي ومفيش مشاكل. فجأة سمعوا صوت صريخ جاي من الأوضة، الكل جري بسرعة عشان يشوف فيه إيه. لقوا روبرتو كارلوس هو اللي بيصرخ وبيستغيث عشان يلحقوا زميله اللي معاه في الغرفة، رونالدو. اللعيبة والمدرب والطبيب دخلوا الغرفة بسرعة، لقوا رونالدو واقع على الأرض وفي حالة أشبه بالموت، وبقوا عليه رغاوي بيضة. بسرعة جري إدموندو وحاول يمنعه من بلع لسانه. كارثة للبرازيل حامل اللقب قبل ساعات من نهائي كأس العالم. حالة من التشنج دخل فيها رونالدو، وبسرعة قرر الطبيب ليديو توليدو نقله لأقرب مستشفى عشان يلحقوه. وخلاص الكل اتأكد ان رونالدو بقى بره النهائي ومستحيل يلعب. رونالدو عمل فحوصات والنتيجة طلعت سليمة، وأكدت ان رونالدو مش بيعاني من أي حاجة، واللي حصل له ده شوية تعب بسيط. رجع رونالدو الفندق وكل ده لسه ما فاقش حتى من اللي حصل له، وكان باين عليه التعب جدا. واتفق دكتور المنتخب وماريو زاجالو المدرب انهم يسيبوه نايم ومش هيعرفوه اي حاجة عن اللي حصل. وبعد شوية صحي رونالدو من النوم وشرب كوباية شاي عشان يقدر يفوق، والدكتور وزميله من المنتخب ليوناردو حكوله اللي حصل وعرفوه ان مستحيل يلعب النهائي. رونالدو بيحكي وبيقول: لما صحيت كان اخر حاجة فاكرها اني قررت ارتاح شوية بعد وجبة الغداء قبل ما يجيلي تشنج، كنت حاسس باللعيبة والدكتور بس ما كنتش قادر اتكلم، ولما رجعت الفندق قلت لهم سيبوني عايز انام وارتاح شوية. ولما صحيت نزلت اتمشى شوية مع ليوناردو في حديقة الفندق وقال لي على كل حاجة واكد لي ان خلاص مش هلعب الماتش، لكن رحت للمدرب زاجالو وقلت له انا تمام وعايز العب الماتش، وما خليتش قدامه اي اختيار تاني لحد ما وافق على قراري. زاجالو بالفعل كان بعد قائمة تشكيل الماتش وما فيهاش رونالدو، وحيلعب مكانه إدموندو، وفعلا شارك رونالدو لكن كان شبح في خسارة بلاده بثلاثية. ولحد النهاردة محدش يعرف حقيقة اللي حصل لرونالدو وسبب مشاركته في النهائي رغم حالته السيئة. كتير من الأقاويل والروايات اللي ما فيش منها حاجة مؤكدة لحد دلوقتي. أول حاجة اتقالت إن رونالدو كان بيعاني من إصابة في الركبة وبسببها كان بياخد حقن مسكنة وهي اللي تسببت في التشنجات، لكن دكتور البرازيل أكد إن آخر حقنة رونالدو خدها كانت قبل الماتش التاني في دور المجموعات ضد المغرب، ولو كانت الحقنة ليها أي تأثير كان ظهر قبل النهائي بكتير. والأغرب هو اللي هتسمعه دلوقتي. صحيفة إندبندنت قالت إن رئيس الاتحاد البرازيلي قبل الماتش نزل لأوضة اللبس بعد مفاوضات كتير من شركة نايكي الراعية للمنتخب، وكان بيحاول بكل قوة يجبر رونالدو على لعب الماتش، لأن لو ما لعبش البرازيل هتخسر كتير من عقد الرعاية اللي قيمته 80 مليون دولار. وفعلا قبل 40 دقيقة من الماتش رونالدو أعلن إنه جاهز للمشاركة وبدأ الإحماء مع باقي اللاعبين ولعب الماتش. ماريو زاجالو قال أثناء التحقيق معاه: لو اتحطيت تاني في نفس الموقف هخلي رونالدو يلعب، لأن الناس كان هيحملوني أنا المسؤولية لو خسرنا وهو ما شاركش. أما صحيفة جارديان فزعمت إن البرازيل بعت الماتش والبطولة كلها لفرنسا، خصوصا إن جاك شيراك كان في المدرجات، وإن بلاتر اتفق مع جاك شيراك على تتويج فرنسا عشان يقدر يحل المشاكل الاجتماعية في بلاده، في مقابل إن البرازيل تتحط في طريق سهل جدا في نسخة 2002 عشان تكسب اللقب وإنها تستضيف البطولة في المستقبل. ومع فوز البرازيل ب 2002 واستضافة نسخة 2014 البعض صدق النظرية دي. وفي نظرية تانية إن حكومة البرازيل تدخلت لمشاركة رونالدو تجنبا للغضب الشعبي. آخر حاجة اتقالت عن حادثة رونالدو والأكثر انتشارا وقتها إن اللي حصل لرونالدو ده كان بسبب علاقة عاطفية مع صديقته السابقة سوزانا فيرنر. البعض قال إن رونالدو قضى الليلة اللي قبل الماتش بالكامل مع سوزانا، وإن كل اللي حصل له ده بسبب سهره معاها لحد يوم الماتش الصبح. وبعد كأس العالم انفصل رونالدو عن صديقته اللي تزوجت من جوليو سيزر حارس البرازيل فيما بعد،
ولحد دلوقتي مفيش أي رواية من الروايات اللي اتقالت عن حادثة رونالدو قبل نهائي كأس العالم اتأكدت بشكل رسمي.